كم هو مقدار الصاع؟ يعرف الصاع بأنه مكيال، وهو أحد الوحدات التي يقاسم بها الحجم. استعمل منذ القدم من قبل أهل المدينة، وأيضا عرف في الإسلام، فارتبط ببعض الممارسات للعبادات، حيث ورد ذكره في الزكاة وأيضا في الكفارة. الصاع في اللغة يمكن تذكيره الصاع، وأيضا يمكن تأنيثه، ويمكن جمعه ليصبح أصواع. أما في حالة التأنيث فإن الجمع فيه يكون أصوع أو صواع وحتى صعان. لقد عرف عن الصاع أنه وحدة قياس الحجم، إلا أنه أيضا اعتبر وحدة قياس الوزن، وذلك بحسب الفقهاء، وكان اعتبارهم هذا كمحافظة على وجوده واستعماله. يعرف الصاع من حيث الحجم، ويساوي الصاع 4 أمداد، وهذه الأمداد تساوي 2512 مدا. وقد ذكر بأن الصاع 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرف نصف الصاع بما يسمى القسط، واشتق منه أيضا العدل وأيضا الكيلجة. والمد من حيث الحجم يعرف ب4 حفنات، وتقاس الحفنة بأنها تساوي الماء في كف رجل. أما من حيث المقاييس والموازين الحديثة، فإن الصاع يقدر ب2430 مللترا، ويتم قياسها عن طريق وزن حجم مقدار من القمح. عند العامة كان يعرف الصاع بأنه يزن 5 أرطال وثلث، ويساوي من حيث الوزن بالكيلوغرام 2.035 كيلوغراما. ولقد اتجهت هيئة كبار علماء السعودية إلى أن الصاع يساوي 2.6 كيلوغرام، وكان رأيهم هذا مبنيا على أن المد يساوي ملء كف رجل، ورأوا بأن المد يساوي تقريبا 650 غرام، وبهذا فإن الصاع بالنسبة لهم يمثل 650 غرام في 4 مدد، وهي 2.6 كيلوغرام. في زكاة الفطر أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأن زكاة الفطر تكون صاعا إما من تمر أو من شعير. أما في دفع الكفارة، وتعرف بكفارة اليمين، وهي أن يعطى لكل مسكين ما يقارب نصف صاع، والذي يقدر بنصف كيلو، ويدفع الصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. كما ورد بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بمد، أما الاغتسال فكان ب4 أمداد أو 5. كما ذكر أنس بن مالك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد.